حنا كسابهم كافسين محامين، جات هذه كورونا تكرست علينا بالمعقول. كاين السيد البهيمه يبغي يبيعها يبيعها بحال قال الثمن، يجي عندك السيد كيعطيك مثال البهيمه دايره 30000 ولا شنو كيعطيك هو 20 ولا 18، شوف تدعي وتبيع لي مول 1000 ما يبغيش يطلقك، تجيب من عنده الماكله كريدي يزيد عليك حتى هو الشعير، واخا كيعطونا ذاك الشعير قليل حتى هو قليل، واخا يعطيونا قليل والسيد عنده 80 ديال الغنم ولا 100 ديال الغنم، اش غادي ليه 8 الخيشات؟ مالباني يديروا الكسيمه ما غايديروا ليه والو. وزائدون الى زادونا بالعيد قالوا العيد ما كاينش، هذه هي التكرفسه الكبيره. فهذاك الكساب الفلاح مسكين يشوف يمشي يعطيها واش عامين ولا ثلاث سنين، وهي البهيم تاكلها من امن الجيب، كيف يدير الكساب تزيد القدام؟ وقال لك تهلاو في السردي، باش نتهلاو في السردي؟ عندي باش نتهلاو فيه؟ تقهرنا تقهرنا بزاف. بلاتي الغلمة هي ثاني شتي تعيد وكريتي لهم شتي باغي دير السلالة، ولكن انا الدولة ما عاونتنيش، احنا مكرفسين بزاف مكرفسين بزاف. المهم لا كان بعد العيد لا جاب الله العيد بنادم، وخا جبر اش مقرب بنادم، هذاك هذا البهيم هز على السيد الكريدي، كيمشي عند مول العلف كيمشي ياخذ بالكريدي، ما كتقول لي حتى العيد ولا ما بعتيش في العيد يلاه اش غدير معاه؟ تعطيه كل شيء. السوق دابا مازال ما باقي السواق ما تحلوش، باقي ما عرفناهم كيفاش دايرين السواق، هذه هي المشكله دابا. والله يدير لنا تاويل ديال الخير، هذا الشيء اللي نطلبوا. هنا ماشي ذلك، السوق حابس، السوق حابس والبنك كتضيع لنا، في امريكا كتضيع، ما كاينش الماكله في امريكا كتضيع، ما صرناش باش نجيبوا الماكله. غير ذلك ما صرناش باش نجيبوا، ولا ما كانش العيد راه البهيم رحنا زعما رحنا وليداتنا، راه كاين عندنا اربعه ولا خمسه في الدار كلهم خدامين على البهيمات، ولا ما كانش العيد مشينا في الضحيه. الطوائف ديال البنك كلها هذه عامل هي كتاكل من السوق. الفصه دايره 50 درهم 55 درهم 60 درهم. الماكله الاخرى ما طاحتش من 3 درهم لتحت. ومول ثاني اللي كيتصارف معنا الا ما كانت الفلوس ما ولا ما زاد علينا، الا ما كانش الفلوس يزيد علينا 1000 فرنك بالقنطار. الايام هذه السوق هو محبوس، لما سلمنا باش نجيبوا الخضره للدراري ما عندنا باش نجيبوها، الخضره باش نجيبوها ما كيفاش نجيبوها، وما الماكله ديال البهيمات راه كيحط علينا السيد كريدي. دابا هاد الكسيبة حنا هازين عليها بزاف، ودابا مسكينة ما واكلاش ربيع وما بغاش تطلع، عندنا كتاكل عليها 60000 فرنك في النهار، 60000 فرنك محسوبة، وهازين عليها مزال فيها السكا فيها الدرا فيها الشمندر فيها النخالة بيب فيها النخالة المحلوة الحمراء فيها الفصة، الفصة كناخدوها ب 70000 فرنك الدولار، اش فيها كتشتيها كيبقى فيها والو، ناقصنا اللي من نبيعو. والثمن عيان والجو القضية جافة وما كاينش اللي رحنا عايشين، الله لا اله الا الله، الكسابة والفلاحة راه مكرفسين ماشي ما مكرفسينش راه مسخسخين، رحنا مكملين بسطار غير دابا كنتسناو الخريفات باش يلحقوا ان شاء الله الا كان العيد هلين نفرقوا مع ماليهم، ماشي غنديرهم في جيوبنا، هي ماتم رحنا مهاجرين بها فهي حنا كنضربوا في ثمارة. دابا راك انتوما اللي شادين باش غادي يمشي عندها اليوم، رحنا ما باكيش هو الغالب الله هذا راه بنادم راه مسخسخ وتكافيس وما الناس اللي كيقول في العيد ما كاينش بالنسبه لكم انتم الكسابه الكسابه حنا كنتعاقلوا بما نقولوا ان شاء الله العيد كاين، دابا كنعطيو في هالشيء على حساب العيد كاين، حنا ما نشدوش هضره بنادم باقي ما سامعين والو، ولي الحمد لله نقولوا الله يوافقنا الخير الله يحيد هالوباء علينا. والسوق سيدي واحد هالسوينين السوق شويه بدا شويه يكون خير، بدا شويه غادي يكون مزيان والله يكمل بخير، نطلب الله سبحانه وتعالى يحد لنا البواوي ويصاوب الوقت ويصاوب الامور. من نقول لك اخويا هاد الكسيبه راه واعره بزاف، ماشي عليا انا، هاد المنطقه ديالنا حنا راه ماتت في الكسيبه، هاد الخير اللي كتشوف فيه حنا دابا راه ملحقينوها بالكريدي، الا ما كانش العيد راه كلشي غادي
راه حتى حاجه ما كاينه لا السواق لا والو. الحوليه دابا راه كيديو فيها فابور القزاره والبيع الشريه، كتجي تبغي تشري الالف ما تصيب من عند من تشريه تشوف تتعيا تبيع لي، ما كاين لا سواق محلوله. وكيقولوا ثاني العيد ما كاينش، هاد الناس راه ماشي الله يعمر ربي يشوف فينا، ما كانش العيد راه صافي حنا الكسابه راه. انا بعدا من راسي انا بعدا باش نخلص مولي مولي من راسي انا والله العظيم، وما كان العيد ما غادي مولي الماكله غادي غنتواحل انا وياهم، وما نقدش نتواحل معاهم، خاصنا نعطي الراس رزقه. كما كتراعي انت واش كتراعي الناس الاخرين؟ انا حتى الاخرين راه كنش شهرين هادي ما خدامين ما خدامين، ولا هو كاين اللي ما لحقوش الدعم مسكين، والله لا كاين اللي ما لحقوش الدعم، كاين اللي لحق الراجل مزيان وكاين اللي عندنا حنا ما عندوش وما لحقوش الدعم. باهي مزيانه ولكن هادي عامين جا الضروره بزاف، جفاف عامين، الناس مكرفسه من جهه الماكله، مكرفسه بزاف ماشي غير شويه، كلشي كيتشرى من السوق، حتى من الماء هو الاخر كنشريوه من العويله. فهمتي؟ وكاين الناس مضروره بزاف وما كاين لا دعم لا والو. ودابا كيقولوا هاد القضيه كنسمعوا كيقول لك العيد ما كاينش، وإلا كان العيد ما كاينش الناس مكرفسه بزاف. انا كنقول لك من راسي انا وجبد الوالد ديالي كتقول لي كنقول ليه العيد راه كيسخف، عرفتي شنو؟ كيتزير بزاف، كيقول لك الا ما كانش العيد اش غنوكلوا هاد البهي؟ الا ما كانش العيد راه الناس راه مضروره، نطلبوا الله يكون العيد ان شاء الله.